بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي المتميزين، طلابي طلاب الصف الأول. أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. درسنا لهذا الأسبوع يا أحبابي في مجال القرآن الكريم أيضا، سوف نتعرف على سورة جديدة ونحفظها بإذن الله، وهي سورة ماذا؟ سوف نتعرف عليها بعد قليل. انظروا يا أحبابي إلى هذه السورة، ماذا نرى فيها؟ نرى فيها أناس كادوا أن يغرقوا في السفينة، فقد هاج البحر عليهم، لكن نرى أنهم يرفعوا أيديهم إلى السماء. يا ترى إلى من يلجأ هؤلاء حتى يساعدهم؟ إلى من؟ بارك الله فيكم، إنهم يلجؤون إلى الله تعالى، إنهم يلجؤون إلى الله تعالى أن ينقذهم. هل من القادر على أن يجيب دعائهم؟ من القادر، الناس أم الله تعالى؟ بارك الله فيكم، إن الله هو القادر على أن يجيب دعاءهم. هل نلجأ إليه في الخوف فقط أم في كل حال؟ هل ندعو الله تعالى عندما نخاف فقط أم في كل حال؟ بارك الله فيكم، نلجأ إلى الله تعالى في كل حال. هيا يا أحبابي نقوم بتجميع هذه المقاطع، هذه الحروف، حتى نكون عنوان درسنا لهذا اليوم. ما هي السورة التي سوف نتعرف عليها اليوم إن شاء الله؟ هيا نقوم بجمع الحروف أو المقاطع. ال ال ف لق الفلق. إذن سورتنا لليوم هي سورة الفلق. إذن يا أحبابي سورتنا لهذا اليوم التي نريد أن نتعلمها ونحفظها هي سورة الفلق. إذن درسنا سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هيا يا أحبابي أنا الآن سوف أقرأ وأنتم ترددوا من خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات
النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. هيا أيضا يا أحبابي نستمع إليها من الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله. والآن يا أحبابي لدينا سورة الفلق، لكن ينقصها بعض الكلمات. سوف نملأ الفراغ بالكلمة المناسبة للآيات. فراغ برب الفلق، برب الفلق. نقول قل أعوذ برب الفلق أم غاسق برب الفلق؟ ممتازين. قل أعوذ برب الفلق. اثنان، من شر ماذا؟ من شر ما خلق. أحسنتم. ومن شر إذا وقب، ومن شر ماذا إذا وقب؟ ومن شر غاسق إذا وقب. أحسنتم. ومن شر النفاثات في العقد، بارك الله فيكم. ومن شر إذا حسد، ومن شر ماذا إذا حسد؟ ومن شر غاسق إذا حسد، أم ومن شر حاسد إذا حسد؟ أحسنتم. ومن شر حاسد إذا حسد. هدفنا الثاني يا أحبابي أن نتعرف على المعنى الإجمالي للسورة. قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق. لطالما سألت نفسي ما معنى الفلق؟ هل تعرفون يا أصدقائي ما معناها؟ اختلف المفسرون في معناها، ولكن الأرجح أن معناها هو الصبح، فاستعذ بالله يا صديقي واطلب العون منه، فهو الذي خلق الصباح وهو ربنا جميعا. من شر ما خلق. استعذ بالله من شر كل المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات، فإن خفت من شيء فاطلب العون من الله، فهو الذي يساعدك. ومن شر غاسق إذا وقب. هل تخاف من الظلام؟ إذن اطلب المساعدة من الله، واستعذ بالله حتى تطمئن ولا تخاف، فهو رب الظلام كذلك. ومن شر النفاثات في العقد. اطلب العون من الله إذا خفت من ساحر أو ساحرة شريرة، لأن الله أقوى منهم جميعا. ومن شر حاسد إذا حسد. اطلب المساعدة من الله إذا خفت أن يحسدك أحد لذكائك أو مهارتك،
وينسى أن يقول ما شاء الله. لا تخف، فقط استعن بالله وادعوه دوما ولن يصيبك مكروه. إذن أنا أطلب العون والمساعدة من الله في كل أموري. قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني، ملأ حياتي معنى، أرشدني للجنة، ربي يا ذا المنة أكرمني بجناني، يلبس أهلي تاجا وضاء وهاجا، يجعل لي منهاجا ويزيد اطمئناني. والآن يا أحبابي، إذا ماذا نرى في الصورة أمامنا؟ هل هذه صورة تدل على الصباح أم المساء؟ بارك الله فيكم، إنها صورة تدل على الصباح. قل أعوذ برب الفلق، إذا الفلق معناه الصبح، الفلق معناه الصبح. ومن الذي خلق الصباح والليل والنهار؟ من الذي خلق الليل والنهار؟ الله تعالى. فنحن دائما نطلب العون من الله تعالى الذي خلق كل شيء. أستعيذ بالله تعالى وأحتمي من كل شيء خلقه، من كل شيء نخاف منه. هذه الصورة يا أحبابي تدل على غروب الشمس وأن الليل سوف يأتي، والله تعالى قال أيضا اطلب الحماية والعون من الله تعالى إذا حل الليل، إذا كنت تخاف من الليل. إذا ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، نطلب الحماية من الله تعالى من في الظلام. ومن شر النفاثات في العقد، هنا المقصود فيها المشعوذات أو الساحرات. فإذا رأينا شخصا ونحن خفنا منه، إذا كان هذا ساحرا أو مشعوذا أو ما شابه ذلك، فنحن نحتمي بالله تعالى من هؤلاء الأشرار، لأن الله تعالى هو أقوى منهم. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد هو أن أتمنى زوال النعمة عن الآخرين، وهذا شيء لا يحبه الله تعالى، وهو شيء غير صحيح. لا يجب علينا أن نحسد الآخرين، لكن أيضا الله تعالى قال إذا خفت من أحد أن يحسدك فقط احتمي بالله تعالى من هذا الحاسد. إذن يا أحبابي، معاني كلمات السورة الفلق ومعناه الصبح، غاسق إذا وقب الليل إذا أظلم، النفاثات هم الساحرات، حاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره. نستفيد يا أحبابي من سورة الفلق أن ألجأ إلى الله تعالى في كل وقت، وأن أحرص على قراءة سورة الفلق في الصباح والمساء، وأن أستعيذ بالله من شر الخلق، ومن شر ما يحدث في الليل، ومن شر السحر، ومن شر الحسد. الواجب علينا يا أحبابي أن نحفظ سورة الفلق إن شاء الله. والآن يا أحبابي، أنهينا من درسنا الجميل، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.